أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. الطالب جاسم الحسني حديث العمانيين، فيديو وجبة الطعام تسبب بفصله. تصدر اسم الطالب العماني جاسم الحسني منصات التواصل الاجتماعي لا سيما اكس في سلطنة عمان بسبب قصة فصله من المدرسة التي بدأت بانتقاد وجبة الطعام من مقصف مدرسي. ونقل حساب منصة رصد العمانية الإخبارية قصة الطالب التي وصفتها بأنها غير مكتملة لعدم توضيح وزارة التربية والتعليم العمانية الأسباب التي دعت إدارة المدرسة لفصله لمدة 10 أيام. ودار الحديث عن أن خطوة فصل جاسم الحسني من مدرسته جاءت بسبب فيديو انتقد فيه وجبة الطعام يبدو أنه استاء من سعرها وحجمها وجودتها. وجاء في التغريدة واسم الطالب جاسم الحسني يتصدر قائمة الترند في سلطنة عمان، فتتداول نشطاء التواصل الاجتماعي عن فصل الطالب لمدة 10 أيام لانتقاده لوجبة المقصف المدرسي. ورأت منصة راست أن القصة غير متكاملة لعدم توضيح وزارة التربية والتعليم إن كان هناك أسباب أخرى دعت إدارة المدرسة لهذا الإجراء. وتابعت واذكر بأن الأعوام السابقة كان هناك استياء من أولياء الأمور عن الأطعمة وأسعارها التي تقدم في المقاصف المدرسية. وهذا ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الانتقاد الذي بثه الطالب على ما يبدو عبر منصات التواصل، وفيه يتحدث عن شكوى متكررة من وجبة الطعام التي تقدم في مقصف المدرسة مظهرا حجمها الصغير وإشارة إلى سوء جودتها. ورأى فيصل الرشيدي أن المشكلة لا تكمن في سماع الأطراف الأخرى بل بسهولة خطوة إدارة المدرسة فصل الطالب بدلا من توجيهه وإرشاده. وفي حال لم يكن على خطأ ذكر الرشيدي أيضا أن مجرد انتقاد المقصف ليس ذنبا فهو غير مقدس، متسائلا في الوقت ذاته لماذا لا يقبل الانتقاد. ونشر حساب آخر فيديو يظهر كميات كبيرة من بقايا طعام ينقل في سيارات خاصة دون الإشارة لمكان وزمن المقطع. وعلق ناشر المقطع عليه مشيرا إلى قضية فصل الطالب جاسم الحسني بصراحة تستغرب من بعض الردود وكأن الطالب ارتكب جريمة، تعلمنا شيء اسمه انذار شفوي، تعلمنا في شيء اسمه استدعاء ولي الأمر. وأضاف حساب البسمة الفصل ليس الحل، إلى أن المدرسة ركزت على انتقاد الطالب ولم تركز على سلامة الغذاء، نعلم بأن العمالة الوافدة ما يهمها غير الفلوس، هذا مثال من أحد الدول. ويذكر أن إحصائيات مؤشر رصد العالمي عام 2022 أظهرت أن أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان هي الأرخص بين دول الخليج كافة حسب قاعدة البيانات العالمية نامبيو بعد تقصي ودراسات دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ يا جماعة الخير، جاي أناشد مدرسة الإمام أحمد بن سعيد على هذا الموضوع اللي بخبركم إياه. يا جماعة الخير، مو لأول مرة هذا الموضوع، طبعاً أكيد أنا كطالب أني بروح المقصف أني أشتري لي شيء عشان أكله، مو لأول مرة هذه الحركة، طبعاً مال المقصف أشتري سندويك الدقيق من عندهم. طبعاً يا جماعة الخير، أنا أرابيكم مو لأول مرة، للتوضيح مو لأول مرة هذا الشيء يحصل. شوفوا يا جماعة الخير، طبعا بطلتها قبل في المدرسة وشفت السندويك ان فيها هذا الدجاج وخليتها عشان اصور واوضح. شوفوا يا جماعة الخير، خيار وجزر وحبتين دجاج، والله حتى ابن ادم ما ياكل هذه السندويكة. جماعة الخير، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، شو هذا؟ قسم بالله انه حرام، ولي امرنا يعطينا مبلغ ونحن نشتري المدرسة عشان نسد جوعنا، واخر شيء كده سندويك يظهرنا، والله انه حرام، قسم بالله حتى فضيحة والله العظيم. في آخر هذا الختام أسأل الله توفيق والسلامة، حبينا نوصل هذه الرسالة وإن شاء الله توصل، وكان معكم أخوكم جاسم الحسني، السلام عليكم.